لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المات تي في. سنعرض لكم في هذا الفيديو آخر أخبار ومستجدات الوداد الرياضي وبعض التفاصيل مهمة قبل مواجهة ماميلودي سان داونز بدوري أبطال أفريقيا. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم معنا تشجيعا لنا على تقديم كل جديد عن وداد الأمة. إليكم أبرز العناوين: حكم سنغالي لقمة الوداد وسان داونز والنادي الأحمر يرفض قرار الكاب بتعيينه. الحرارة خصم الوداد بجنوب أفريقيا وموعد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. لوسابر يواصل تجاهله للاعب بارز ويلحق 5 لاعبين بفئة أمل الوداد. إيطار بارز يفسح عقده رسميا مع الوداد وصابر يكشف سبب مغادرته. الناصري يستعين بعون قضائي لطرد سوانسا من الوداد. في جديد أخبار مستجدات الوداد الرياضي، اختارت الكونفدرالية الأفريقية الكاف الحكم السنغالي داوود غي لقيادة مباراة الوداد الرياضي ومضيفه ماميلودي سان داونز، وذلك برسم الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا. ويتخوف النادي الأحمر من الحكم السنغالي بسبب افتقاده للتجربة، إذ لم يخوض في سنة 2019 سوى 3 مباريات دولية، ويرجع ذلك بسبب المشاكل التي عاشها مع الكاف. وهذا ما جعل الوداد الرياضي يرفض قرار الاتحاد الأفريقي بتعيين الحكم السنغالي داوود غي لقيادة المباراة الحاسمة ضد سان داونز. أجرى نادي الوداد الرياضي أول حصة تدريبية بعد وصوله لجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة ماميلودي سان داونز. الحصة أجريت بإحدى الأكاديميات ببريتوريا تحت درجة حرارة قدرت ب30 درجة مئوية، والتي حضرها كل لاعبي النادي الأحمر. واعتمد الطاقم التقني بقيادة سيباستيان دي سابر خلال ساعة ونصف الرفع من منسوب اللياقة البدنية للاعبين بعد أن منحهم راحة بعد وصولهم من رحلة دامت 20 ساعة. تجرى قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد 9 فبراير بالقاهرة. الوداد الرياضي في حال احتلاله الصدارة سيلاقي الرجاء الرياضي أو الزمالك المصري أو الهلال أو الأهلي أو النجم الساحلي، وفي حال احتلال النادي الأحمر المركز الثاني سيلاقي مازيمبي أو الترجي أو الهلال أو الأهلي أو النجم الساحلي. وللتوفيق لنادي الوداد الرياضي في المسابقة القارية. أكد بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي سان داونز أنه جد متشوق لمباراة فريقه ضد الوداد الرياضي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه جد معجب لما يقدمه الفريق الأحمر في السنوات الأخيرة. وأضاف بيتسو أن مقابلاته ضد الوداد الرياضي دائما ما كانت تتسم بالندية، وهذا ما يظهر قوة الفريقين على المستوى الأفريقي. يتواصل مسلسل تجاهل مدرب الوداد الرياضي دو سابر للاعب محمد ناهيري المقابلة الثانية على التوالي، حيث لم يضم اسمه للقائمة الخاصة بمواجهة فريق ماميلودي سان داونز. وكان دي سابر قد أبعد اسم الناهيري من المقابلة الماضية أمام اتحاد الجزائر، وسبق للإدارة التقنية للوداد الرياضي استبعاد الناهيري عن الفريق الأول وإلحاقه بفئة الأمل بسبب تصرفاته اللامسؤولة في وقت سابق. طلب الفرنسي سيباستيان دي سابر مدرب الوداد الرياضي من 5 لاعبين الالتحاق بتدريب رديف الفريق الأحمر إلى حين عودة الفريق الأول من جنوب أفريقيا. ويتعلق الأمر بكل من الظهير الأيسر يوسف شينا ومتوسط الميدان سفيان كركاش والحارس يانيس حنين والمدافع الأوسط أيوب المودن. وسيشرف على تدريب اللاعبين الخمسة الإطار هشام الويسي، وذلك في ظل مرافقة موسانداو لبعثة الوداد الرياضي إلى جنوب أفريقيا. قال عبد الإله صابر المدرب المساعد السابق للوداد الرياضي أنه غادر الفريق بشكل نهائي رغم تشبث الرئيس سعيد الناصري ببقائه ضمن الطاقم التقني. وكشف صابر في حوار صحفي له أنه يحترم قرارات المدرب سيباستيان دي سابر واختياراته، لكنه يفضل أن ينسحب في الوقت الحالي بدل شغل منصب لا يوازي تاريخه وطموحاته. وأكد أنه اتخذ القرار بعد تفكير عميق لكي لا يشوش على المجموعة، وفضل الانسحاب رغم أن ذلك صعب.
في استعان سعيد الناصري رئيس نادي الوداد الرياضي بعون قضائي لتوثيق غياب كل من المعيد البدني مناف نابي ومدرب الحراس كريم السباعي عن العمل داخل الإدارة التقنية لنادي الوداد الرياضي. رئيس النادي الأحمر لجأ للعون القضائي ضد سوانسا بعدما طالبه بمستحقاتهم المادية كاملة مقابل فسح عقودهم مع الفريق الأحمر. فسخ العلاوي السليماني المعد البدني للوداد الرياضي عقده مع الفريق الأحمر رسميا بعدما رفض كل مقترحات سعيد الناصري رئيس النادي الأحمر بالبقاء رفقة الفريق الأول. وأصر العلاوي السليماني على فسخ عقده لرفضه العمل كمعد بدني ثاني في الوقت الذي سيكلف دو صابر مساعده الجزائري بالإعداد البدني للاعبين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة.